الأول خبر، إذا أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن تمكن الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مطار أبها الدولي. من جانبه نشر التحالف لقطات من استهداف قواته للآليات العسكرية وعناصر الميليشيا الحوثية بمحافظتي مأرب والبيضاء. خلف هذه الكاميرات التي وثقت لحظات استهداف العدو رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال مشغولون براحتنا وسعادتنا وحمايتنا، همهم الوحيد كيف نعيش خلف أسوار هذا الوطن بأمن وأمان. رجال القوات الجوية أينما كانوا برا وبحرا وجوا، أنتم تقفون خلف كل هذه الطمأنينة التي نعيشها. تيقنوا بأن ألسنتنا لا تتوقف عن الدعاء لكم بالنصر والتمكين.